يعني في الحقيقة، بس أنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مدار 4 سنوات قدرت اللي هي تعمل يعني حالة إثراء للشارع السياسي تحديدا، وتحقق نوع من أنواع التكامل اللي افتقدناه لسنوات طويلة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من النائبة سهى سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ. صباح الخير يا معالي النائبة. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم. يعني معالي النائبة، يمكن على مدار 4 سنوات قدرتم ان انتوا تجمعوا شباب من اطياف لون السياسة في مصر على أرضية مشتركة، يمكن ده ما حصلش على مر التاريخ في مصر. ازاي قدرتوا تعملوا التجربة الفريدة من نوعها دي؟ خليني اكون محددة الاول. خليني اهني كل زملائي في التنسيقية، وهنيك يا احمد، وهني الجميع بمرور 4 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وخليني أقولك أنه يمكن أول سنتين بس اللي كنا مقتصرين على تجميع الشباب من يعني كل الأطياف السياسية، بعد كده بقينا أكثر انفتاحا على تجميع شباب مش منخرطين في العمل السياسي، وشباب عنده تخصصات أكتر ويعني اهتمامات أخرى غير السياسة، ولكنه عايز يطور مهاراته السياسية لأسباب أو لأخرى، أو حتى من أسباب معرفية. يعني يمكن هذه القدرة ابتدت في ان احنا نجمع مجموعة شباب من الأطياف السياسية كان لها تجارب سابقة، على خلفية تجارب سابقة حاولنا بيها كأعضاء مؤسسين للتنسيقية. أثناء فترة 2012 كان الشارع السياسي كان في مناخ عمل جبهوي أكتر من أنه أيديولوجي، ويمكن ده جمع كل الأطياف وقتها من التاريخ ده، وبقى في مجموعة عرفت انه في مساحات مشتركه بينها تقدر تبني عليها في المستقبل، ويمكن هو ده اللي قامت عليه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، ان احنا بنبحث دائما عن المساحات المشتركه بين كل الاطراف علشان نقدر نستثمرها بتنوعها لاثراء اي مخرج بنقدمه او اي ملف بنتناوله. طيب لو هنتكلم عن الملفات الابرز والاهم اللي اشتغلتوا عليها في التنسيقيه في ال4 سنين اللي فاتت يا استاذه سهى، كانوا ايه هم؟ هقول لحضرتك، هو في اول يعني اول سنتين كانت مشاركتنا في المؤتمرات الوطنيه بملفات محدده حسب المحاور وحسب الجلسات اللي كانت مطروحه، دي كانت اهم حاجه. بعد كده انه خرج من عندنا نواب محافظين على اثر هذه المؤتمرات، دي كانت بالنسبه لنا يعتبر نجاح. ملف الوعي، ملف المبادرات، كان في اول مبادره عملتها التنسيقيه مبادره الوعي امان، خرج منها الحمله عفوا خرج منها عدد من المبادرات اتحققت، يعني موضوع ابطالنا رموز العمله المصريه الكوين اللي عليه اللي هو صوره الاطقم الطبيه، ده اتحقق بعد سنه، يعني قعدنا في يعني كنا عرضناه وطرحناه، ويمكن بعد سنه وزاره الماليه استجابت ليه. وزاره الماليه استجابت. النهارده اقدر اقول انه في مجلس النواب والشيوخ الاداء اللي بيأديه النواب والاقتراحات اللي بيقدموها والدراسات اللي بيقدموها فعلا هامه. شغالين دلوقتي كمان على حمله سوا هنعدي، اطلقناها اول امس الاول، والحمله يعني بتتناول الموضوعات اللي تتعلق بالازمه الاقتصاديه وازاي نقدر نعبر الازمه الاقتصاديه. احنا شغالين جوه التنسيقيه على ملفات تتعلق بمحو الاميه، بعلاج الادمان، بتفعيل دور قصور الثقافه، بتطوير ملف الصناعه. يعني الحقيقه انه طول الوقت في مخرجات وفي زخم داخل اروقه التنسيقيه من اجل يعني محاوله اثراء مختلف الملفات. خليني اقول لك ان الحوار الوطني كمان على اجنده التنسيقيه وليه اهميته، احنا الحمد لله مشاركين في الثلاث محاور، مدعوون للمشاركه في الحوار الوطني بالظبط، ومشاركين في الثلاث محاور بهذه الملفات. الحقيقه عندنا مكتبه كامله من الافكار والاطروحات اللي ان شاء الله هنساهم بيها. طيب معالي النائبة، يعني خلينا نتكلم بفكرة ان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ايضا هي تعتبر مظلة بتضم شباب الأحزاب السياسية المختلفة والمتعددة وايضا الشباب السياسيين. ازاي بيتم تأهيل هذه الكوادر يعني كي تكون قادرة على مواجهة التحديات اللي بتفرضها يعني بطبيعة الامر ظروف المجتمع تحديدا، وتكون فاعلة، يعني مش مجرد اللي هو يكون عضو تنسيقية، لا، هو يكون
عضو فاعل في الحياة السياسية في مصر من خلال نادي مدربي التنسيقية مثلا، دوره وطبيعة تأهيل الكوادر في التنسيقية ايه؟ هو احنا عندنا في التنسيقية مسارين، مسار تدريب تفاعلي بيقدر يتمرن من خلال تعامله مع الأكثر خبرة وخوض ملفات بشكل عملي، ومسار آخر وهو تدريب عبارة عن مجموعة من التدريبات والمحاضرات اللي بيتلقاها العضو. نادي مدربين بدأ برضو من حوالي سنتين لما ابتدينا ننفتح على عدد أكبر من الشباب الغير مسيس، علشان نقدر نكثف الخبرات في وقت قصير، ويبقى في حاله من حالات التكافؤ، ما يبقاش في فروق كبيره في بين اللي عندهم خبرات في العمل السياسي وبين اللي لسه بياخدوا العمل السياسي للمره الاولى. بعد كده من خلال عمليه دمجهم في الزيارات المختلفه، في المشروعات المختلفه، في المجموعات العمل المختلفه، بيتم تبادل الخبرات ونقل الخبرات. ودي الحقيقه من الامور اللي تتميز بها تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. يعني انا شخصيا حزبيه، بس لا اذكر انه في الحزب في حد بيكون عارف، بيبقى حريص على انه ينقل خبرته للجديد او اللي ما عندوش خبره. ودي من مميزات التنسيقيه حقيقي، ومن المواثيق اللي احنا خدناها على نفسنا في الاول كمؤسسين. وخليني اقول لك كمان انه احنا بنكون حريصين ان لما بيكون في لقاء العضو الجديد يبقى عنده مشاركته وعنده راجع هيقول ايه، عشان هو يحس بثقه في نفسه اثناء طرحه. يعني بنتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. سيادة النائبة سهى سعيد أمين، سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يعني كل التوفيق طبعا لأعضاء التنسيقية في هذه التجربة الملهمة ومزيد من النجاح.